من يسعى الى تشتيت الوحده الوطنيه، انت هسه على اقليمي اردني فلسطيني طائفي كذا. نعم نعم. هذا غرف الماسونيه العالميه والصهيونيه العالميه تريد ان تشتت، والحسابات الوهميه وما الى ذلك، يعني كلها لخرجت فتره الازمه. نعم احنا نعم. في الاردن على قلب رجل واحد، لا تقولي كل الاحزاب الاردنيه بلا شك، ولكن هناك محاولات خارجيه والبعض يستغلها، لكن لا بد من قطع العلاقات مع العدو الصهيوني. لا يجوز ان نبقى العلاقات والتنسيق الامني مع هذا العدو الصهيوني الذي يستهدف وجودنا وهويتنا وحضارتنا. اليوم سكتوا حماس، بكره بيجونا احنا. اليوم اعلنوا ضم الضفه، شو بيعني هذا؟ تعرف شو بيعني؟ ضم الضفه يعني التوطين والتهجير والوطن البديل. احنا موقعين على اتفاق النظام روما، المحكمة الجنائية الدولية، الأردن أول دولة وقعت وصادقت، لماذا نتقدم إلى المدعي العام بشكوى؟ يذبح نعم. شعبنا وأهلنا في فلسطين بأسلحة دمار شامل، والمنظم دمر المساجد والكنائس وبيوت العبادة، والآن كتائب تحارب